مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان وكل ما هو جديد في متابعتنا لاخبار الرياضه المختلفه من داخل كل الصالات ومن جميع الملاعب سواء العالميه والافريقيه او العربيه، وبالتاكيد الاخبار المحليه واستعدادات ومشاركات ابطالنا ونجومنا في المنتخبات الوطنيه واللي بتستعد حاليا للحدث الاهم والاقوى في الاربع اعوام التي تمر علينا دائما، اولمبياد باريس 2024 اللي بنتمنى تحقيق فيها اكبر عدد من الميداليات ان شاء الله. حلقتنا النهارده مختلفه وفيها متابعات واخبار كتير ومتنوعه وتفاصيل كتير هنستعرضها مع حضراتكم في ملاعب الابطال، ودايما شعارنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. العد التنازلي بدأ، العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلاص بدأ، ومتبقي 97 يوم بالتمام والكمال على انطلاق الحدث الأكبر في الرياضة العالمية واللي بيتكرر كل أربع سنوات زي ما حضراتكم عارفين، ولكن المرة دي هيتكرر بعد ثلاث سنوات طبعا من آخر دورة أولمبية وكانت طوكيو 2020 واللي تم تأجيلها العام 2021 طبعا بسبب الكوفيد. ومع انطلاق اولمبياد باريس بتظهر خلاص ملامح بعثة مصر، واعتقد ان اللي متبقي لحسم المقاعد المتبقية اعداد قليلة زي الجودو والعاب القوة وتقريبا مقعد في الكوتا للمصارعة، وباقي الرياضات حسمت موقعها من التأهل خلاص. طبعا كلنا عندنا طموحات وعايزين نحققها، الطموح الاكبر هو تحقيق اكبر عدد من الميداليات ويكون اكبر من الست ميداليات اللي اتحققت في طوكيو واللي شهدت ذهبيه وفضيه واربع برونزيات. وشفنا ان تصريحات وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه ان هدفنا يكون عندنا بعثه اكبر من البعثه اللي شاركت في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو واللي كانت الاكبر في تاريخ مصر بعدد 134 رياضي ورياضيه. وحتى الان البعثه المصريه ضمنت تاهل 132 رياضي ورياضية في 20 رياضة، يعني مع غلق باب التأهل في شهر مايو أعتقد أن عدد البعثة المصرية هيكون الأكبر في تاريخ مشاركات مصر في دورات الألعاب الأولمبية. وعلى فكرة عدد المتأهلين المصريين حتى الآن هو الأول على مستوى العرب وأفريقيا، يعني شوف احنا الأول على مستوى العرب وأفريقيا في كم المتأهلين، وده حاجة بالتأكيد بتؤكد تفوق الرياضة المصرية تفوق الكبير وطبعا على مستوى الإفريقي والعربي. ومنتظرين إن شاء الله الإنجازات الأولمبية اللي بالتأكيد الزعامة الأفريقية للرياضة المصرية لا شك فيها. طيب بعثة مصر المتأهلة حتى الآن لأولمبياد باريس هنستعرضها مع حضراتكم، وزي ما حضراتكم كده هتشوفوا على الشاشة عدد المتأهلين 132 في 20 رياضة. طيب هنبدأها بالدرجات، ومن دلوقتي هنبدأ نعرفكم على الأبطال اللي هيشاركوا في باريس إن شاء الله والمؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. في الدرجات عندنا ابتسام زايد ويوسف زكي ومحمود بكر وشهد سعيد أربعة. في رفع الأثقال عندنا عبد الرحمن محمد في وزن فوق 102 كيلوغرام، كريم كحلة في وزن 89 كيلوغرام، حليم عبد العظيم في وزن زائد 81 كيلوغرام، نعمة سعيد في وزن 71 كيلوغرام، وسارة سمير في وزن 81 كيلوغرام. في المصارعة وهو أكبر عدد تقريبا في تاريخ مصر في مشاركات المصارعة ولسه في مقعد جاي في السكة إن شاء الله، عبد اللطيف منيع في وزن 130 كيلوغرام، مؤمن ربيع في وزن 60 كيلوغرام، محمود عبد الرحمن 77 كيلوغرام، محمد مصطفى متولي في وزن 87 كيلوغرام، محمد علي جبر
في وزن 97 كيلو جرام، جمال عبد الناصر وزن 57 كيلو جرام، عمرو رضا 74 كيلو، ومصطفى الدرس 97 كيلو جرام، ضياء الدين جوده فوق 125 كيلو جرام، وفي السيدات ندى مدني في وزن 50 كيلو جرام. طبعا بالنسبه للمصارعه احنا قلنا الروماني والحره مع بعض. في التايكوندو عندنا ايه شحاته في وزن 67 كيلو جرام، احمد وائل في وزن 68 كيلو جرام، سيف عيسى في وزن 80 كيلو جرام. طيب بالنسبه للفروسيه عندنا الفرسان الى الان نايل نصار هو الوحيد اللي تاهل في الفروسيه. في الغطس محمد فاروق في سلم زوجي 3 متر متحرك، مها عامر في سلم زوجي 3 متر متحرك، ورامز ضياء في سلم 10 متر ثابت، ملك توفيق في السلم 10 متر ثابت. طيب على مستوى الشراع عندنا علي بدوي في الـ ILCA 7، عندنا خلود منسي في نفس التخصص ولكن ILCA 6 أو إلكا. بالنسبة للكاينوي والكاياك سما فاروق في 500 متر فردي. تجديف عبد الخالق البنا في الفردي، وأحمد خالد ومحمد قوطة زوجي مزدوج المجداف. بالنسبة للرماية عزمي محلبة طبعا في الاسكيت، عمر هشام في الاسكيت، محمد حمدي في البندقية ضغط هواء، إبراهيم كريم بندقية ثلاث أوضاع 50 متر، عمر أكيد مسدس 25 متر، رماس خليل بندقية 10 متر ضغط هواء، هالة الجهري مسدس هواء 10 أمتار، أميرة أبو شقة في الاسكيت، ومريم طارق في أطباق الحفر أو الحفرة التراب، الزهراء شعبان بندقية 3 أوضاع 50 متر، نور عباس في مسدس 25 متر. بالنسبة للملاكمة عبد الرحمن عرابي في وزن 80 كيلو جرام، عمر العوضي في وزن 71 كيلو جرام، ويمن عياد في وزن 54 كيلو جرام. بالنسبة للخماسي الحديث، وأكد على الخماسي اللي إن شاء الله يعني من الألعاب الواضحة الملامح معطياتها موجودة، في ألعاب كتير معطياتها موجودة أيضا، أحمد الجندي، مهند شعبان، ملك إسماعيل إلى الآن طبعا. في السباحة مروان القماش، في السباحة التوقيعية 8 مقاعد للمنتخب، هنا هيكل، ملك توسون في زوج السباحة التوقيعية. في المنافسات المبارزة أو السلاح تأهل 21 لاعب ولاعبة، في الرجال 12 وتسعة، 9 أساسي وثلاثة احتياطي. بالنسبة للسيدات 9 أساسي وسبعة، 9 من 7 أساسي واثنين احتياطي، ولسه طبعا بيتحدد مع نهاية شهر مايو وتصنيف والرانك العالمي. بالنسبة للقوس والسهم عندنا في الرجال 4 لاعبين، وفي السيدات 4 لاعبات. في تنس الطاولة عندنا 6 لاعبين بواقع 3 من الرجال و3 من السيدات. الألعاب الجماعية بقى كرة اليد منتخب الرجال 14 لاعب، منتخب الكرة الطايرة 12 لاعب، منتخب كرة القدم 18 لاعب. طبعا ده بالنسبة للألعاب الجماعية. ملاحظة سريعة كده على الألعاب الجماعية بالنسبة لمشاركات السيدات، احنا مش موجودين في دورات الألعاب الأولمبية في الألعاب الجماعية للسيدات تماما، سواء قدم سواء طايرة سواء كرة يد أو كرة سلة، رجال وسيدات مش موجودين. كنا لسه بنعمل تصفيات التلاتة في تلاتة، ولكن لم يحالف في السيدات الحظ، وأيضا حتى منتخب الرجال في النسخة العالمية في التلاتة في تلاتة في كرة السلة، ولكن مش موجودين السيدات على ساحة الألعاب الجماعية المؤهلة للأولمبياد، زي ما وكمان في الهوكي كمان برضو. دي عايزة وقفة شوية ونفكر ليه احنا بعيد شوية كده من فرصة التأهل في الألعاب الجماعية للسيدات. ده ملف طبعا هنفتحه بعد كده ومع حضراتكم بالتفصيل وهنتكلم فيه، لكن خلينا في التارجت، في الهدف اللي تقريبا اتحقق، وهو تأهل أكبر عدد من اللاعبين في تاريخ مصر لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية، واللي وصل 132 لاعب ولاعبة، والعدد هيزيد إن شاء الله بناء على الألعاب اللي لسه لم تحسم التأهل. ده الجزء الأول من كلامنا النهاردة. كم المتأهلين؟ شكل مصر في طابور العرض في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، ودي حاجة مهمة جدا ما تكون بعثة كبيرة من المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية، ده أول خطوة كده من تشريف البلد، تشريف مصر.
طيب الجزء الثاني بقى بعد التأهل هو البحث عن الميدالية الأولمبية ومن يستطيع أن يحقق الميدالية الأولمبية من اللي ضمنوا التأهل طبعا. طيب عندنا في أسماء مرشحة لتحقيق ميدالية أولمبية، وكانت التصريحات اللي خرجت من مسؤول اللجنة الأولمبية المصرية قالت إن متوقع من 7 لـ12 ميدالية في باريس ممكن تتحقق. في الجانب الآخر من تصريحات وزارة الشباب والرياضة قالت إن متوقع 10 ميداليات في باريس. طيب التفاؤل والعدد ده جاء منين؟ واللاعبين في لعيبة مرشحين ومين اللعيبة المرشحين اللي ممكن نحقق بيهم العشر ميداليات من بين 132 لاعب ولاعبة حتى الآن؟ هستعرض كده مع حضراتكم التوقعات والترشيحات اللي جت من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بالنسبة للاعبين المرشحين، والترشح هنا أو المرشح للميدالية بناء على معطياته في الدوري مثلا العالمي في اللعبة، بطولات العالم، كأس كؤوس العالم، وبناء على برضو حتى رأي الخبراء في الرياضات سواء الفردية أو الجماعية. فده المعطيات اللي احنا بنبني عليها هل اللاعب ده مرشح أم لا. ولكن قبل ما أقول الأسماء أو أقول اللاعبين المرشحين، احنا مش بنضغط على اللعيبة دول اللي انت لازم تروح تجيب ميدالية، وفي نفس الوقت مش بنقلل من قدرات لاعبيتنا التانيين في الالعاب التانية. حضراتكو اكيد معايا، يعني احنا مش بنضغط على اللعيبه دول فلان مرشح يبقى لازم تروح تجيب ميداليه. دوره الالعاب الاولمبيه اللعيب بيكون في يومه او مش في يومه، والله بجد يعني في اوائل عالم ومصنف اول على العالم تروح تلاقيه بيخسر في اول ماتش، مش علينا حتى على في الدول التانية الدول الاوروبيه، وتلاقي لاعب مش محطوط في الحسبان تماما وهوب يطلع يجيب ذهب. هي دي دورات الالعاب الاولمبيه، حساباتها دايما بتكون كده ما تعرفش جايه منين. ولكن الفكره كلها ان اكون مستعد كويس، اكون مجهز نفسي كويس، والتوفيق ده في اخر مرحله في اخر خطوه، ده مش ضغط على لاعبينا. وفي نفس الوقت احنا بنقول لاعبتنا التانيين قادرين برضو ان هم يحققوا ميداليات. طيب الاسماء المرشحه مثلا هنقول بعض الامثله من الاسماء المرشحه، عندنا مثلا سيف عيسى صاحب برونزيه طوكيو لاعب منتخب مصر التايكوندو والحاصل على الميداليه البرونزيه في اولمبياد طوكيو وبرونزيه بطوله العالم وبطل افريقيا، وهو من على راس المرشحين في الحصول على ميداليه. عندنا مثلا منتخب مصر لكره اليد، هنتكلم على لعبه فرديه لعبه جماعيه كده، منتخب مصر كره اليد كان قاب قوسين او ادنى في طوكيو للحصول على ميداليه. منتخب كره اليد دايما احنا بنروح مع منتخب كره اليد في اي بطوله، في بطوله العالم، في الاولمبياد، طموحنا وطمعنا كجمهور مصري بيشجعونا لعيبه كره اليد ان احنا نطمع في تحقيق اعلى النتائج، برغم ان المجموعه اللي واقع فيها منتخب مصر في اولمبياد باريس مجموعه مسمينها مجموعه الموت، معاك الدنمارك وفرنسا، معاك النرويج والارجنتين، فانت بتتكلم في مجر معاك مجموعه تقيله، ولكن انت كبير فانت رايح تلعب مع الكبار. خلصت. عندنا احمد الجندي لاعب منتخب مصر الخماسي الحديث طبعا الحاصل على الميداليه الفضيه في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو، وصيف العالم، واللي جايب النهارده برونز في كاس العالم في انقره. طيب هنستعرض باقي الاسماء ولكن بعد ما يكون معانا المهندس شريف العريان في مداخله امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس طبعا اتحاد الخماسي الحديث. باشمهندس شريف الف الف مبروك النتائج النهارده في تركيا. الله يبارك فيك. الحمد لله مبروك لمصر كلها، نتائج زي ما شفت كده اكثر من رائعه في الولاد والبنات، منافسه وده اللي احنا بنحاول نسعى اليه. النهارده احنا يعني كنا سعداء بفضيه معتز وبرونزيه احمد الجندي، ولولا طبعا اللي احنا بنتكلم فيه دايما مع حضرتك الانفير في موضوع الفروسيه بالنسبه للفروسيه طبعا اللي اقصت مهند شعبان وبعدت شويه محمد الجندي على المنافسه، ولكن لو ما كانتش الفروسيه النهارده كنا ممكن نوصل على منصه تتويج بثلاث لاعبين ان شاء الله يعني. لا بص انا بختلف معاك في كلمه انفير، ما فيش انفير خالص، فروسية عندنا يعني تاخد على قد مجهودك
تمام. عندنا محمد الجندي لسه خبرته في البطوله الرئيسيه قليله، تمام، فوضع طبيعي. على فكره الحصان اللي جه لمحمد في القرعه هو نفس الحصان اللي لعبت بيه سلمى ايمن عبد المقصود في البنات، تمام. ليها صبح، وسلمى عملت كلير كورت جابت 300 من 300. العيب مش في الحصان، عشان بس نبقى واضحين، هو الكومباتيبلتي بتاعت محمد مع الحصان ما مشيتش قوي، التسخين ما كانش افضل شيء، الحصان كان متوتر، احمد كان متوتر، فحصل اللي حصل. انا بحييك على الصراحه الجميله دي بصراحه يا باشمهندس، بصراحه والله بجد. نفس الحاجه لمهند شعبان، مهند شعبان عنده عيب قاتل قاتل خلاص في الفروسيه، وهو طلعت الجذع اللي بيفهم الفروسيه بيطلع بجذعه بدري قبل الحصان، واحنا شغالين عليها بقالنا فتره، تمام، انما برضه لسه ما وصلناش لحل جذري لهذه المشكله. وحدثت في سد، انت عارف سد واحد بيعمل فيه خطا خلاص، لو وقعت من الحصان خلاص بتاخد استبعاد، وهو فعلا حصل طلع بجذعه، الحصان وقف، هو وقع خلاص استبعاد اليمينيشن صفر. فده مش، ما فيش يعني حظ قوي، هو شغل لازم نشتغله عشان نحسن مستوى لعبتنا، تمام، عشان نبقى افضل وافضل ان شاء الله. فده اللي حصل النهارده، الحمد لله فضيه وبرونزيه، حاجه اكثر من رائعه، كوريا جابت الذهب، بنبارك لها. وامبارح كانت ملك اسماعيل بصراحة عملت مجهود. الصبح سوري، الصبح ملك وسلمى عملوا بطولة أكثر من رائعة، سلمى خلصت سادس، ملك قدرت تجيب لنا برونز، يعني أول مرة ملك توصل لمنصة التتويج على مستوى الكبار، طبعا هي مستوى الناشئين والشباب يعني حدث ولا حرج، ليها أرقام مميزة جدا، إنما أول مرة على مستوى الكبار، ده مهم جدا عشان يبقى حافز إن شاء الله إن إحنا نقدر في باريس ننافس بإذن الله. باذن الله. يعني دي بعض اللقطات اللي شايفينها مع حضرتك طبعا على الشاشه ومع السيد الجمهور، ولكن عاجبني كلامك جدا يا باشمهندس ان مفيش مبررات، عندنا اسباب، ايه السبب بتاعنا اللي احنا اخطانا فيه هنصلحه، ولكن احنا كجمهور ممكن شايفين شويه بان الموضوع الفروسيه، عشان كده طبعا هتتلغي الفروسيه بعد باريس، فاحنا شايفين، احنا بنتكلم بقلبنا شويه، يعني حضرتك بتتكلم فني اكتر، انت حضرتك واقف على يعني الاخطاء اللي عند لاعبتنا واللي ان شاء الله تتصلح، لان طبعا في الاولمبيات لا مجال للخطا بالتاكيد. يعني طبعا طبعا، يعني حتى برضه لو بصيت على السكور، احمد الجندي مثلا وقع سدين، مظبوط، كان عنده 14 نقطه جزائيه، لو ما كانش وقع سدين كان جاب الذهب النهارده، مظبوط. يعني في حاجات لازم نبص عليها، بس في الاخر كل واحد خد على قد مجهوده، ده مجهود حاليا، ده مستوانا حالي، لازم نجتهد ونشتغل اكتر، عشان هما طالعين على فكره من تركيا، طالعين مباشره على المجر، عندنا بعد ثلاث ايام كاس العالم رقم ثلاثه في المجر، فالبطولات متتاليه، اتمنى بس طبعا ربنا يبعد عنا الاصابات ان شاء الله، بكل تيم خلاص، فيزيوثيرابي وتبليك ومنتل وكله، احنا مش طايلين اي حاجه للصدفه، يمكن البعثه الوحيده اللي اكبر منا في عدد البني ادمين هي كوريا، عشان برضه الناس تبقى يعني واعيه ايه اللي بيحصل، تمام. يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، نتائجنا كويسه، ببارك لرئيس البعثه والمدربين واللاعبين كلهم، نتيجه ممتازه ان شاء الله، الجاي يبقى احسن بكتير. طيب اكيد حضرتك اكيد اتوصلت واطمنت على حاله مهند شعبان بعد السقوط من الحصان اللي كان بيشتكي من ظهره بعد ما وقع، وطبعا ما شاركش بعد كده في البونس راوند ولا في السباحه طبعا ولا في الليزر ران، طمنا على حاله مهند شعبان دلوقتي. لا محمد كويس، مفيش اي حاجه خالص، تمام، وهو كويس، ده بس اجراء احترازي خلاص، لان عنده كمان ثلاث ايام لعب في المجر، تمام، كاس العالم الثالث، فلا يوجد اي داعي ان احنا نجازف الحقيقه، لان مش هتفرق خلاص، كل ما نجيبه صفر فروسيه وما بعده في النقاط، فترتيبهم هيبقى من ال 16 لل 18، ما تفرقش بقى انت 16 ولا 17 ولا 18، مش هتفرق كتير في النقاط. النهارده طبعا شفنا يعني عنصر الشباب، سواء ملك اسماعيل في السيدات او معتز وائل في الرجال، شفنا النهارده عنصر الشباب بيفجر المفاجاه وقادر ان هو يقف على منصه التتويج مع الكبار، وشفنا حاجه بصراحه تفرح ويعني تشرح قلب المصريين بصراحه النهارده. معتز وائل الطفره اللي طالع كده، الولد الجميل ده ما شاء الله عليه، وتوقعاتك ليه حتى في المستقبل كمان. الو، ايوه يا باشمهندس. طبعا، لا زي ما حضرتك قلت، طبعا دول هم المستقبل، احنا لو بنبص على 2028 دول هم هيبقوا في البيك بتاعهم في هذا التوقيت. معتز مواليد 2004، ملك مواليد 2005، تمام، فلسه صغيرين، لسه ما تموش 20 سنه، هم دول المستقبل بالنسبه لنا، ويعني طبعا ببارك لهم نتيجه اكثر من رائعه،
زي ما قلت كل جيل عندنا في الخماسي طالع اقوى من الجيل اللي فوقيه، فدي حاجه مبشره جدا ما شاء الله. طيب المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، يعني ميداليتين مصريتين في كاس العالم في انقره، وحتى كان في كاس العالم في مصر هنا كان في ميداليتين طبعا ذهب وفضه، احمد الجندي ومعتز. هل ممكن نشوف المنظر الجميل ده في باريس يا باشمهندس؟ نتمنى. انا بقول اكبر انجاز لينا لو قدرنا ان احنا بالاثنين يكونوا واقفين على منصه التتويج، ده يبقى كرم كبير قوي من عند ربنا، ويبقى انجاز ما بعده انجاز. نادرا ما حاجه زي دي بتحصل في الاولمبياد، ان اثنين من دوله واحده يكونوا موجودين في الخماسي الحديث، بالذات لان كل دوله الحد الاقصى للمشاركه ليها حتى بعد التاهل هو ولدين وبنتين. مظبوط. ومفيش بلاد كتير بتوصل لهذا، يمكن احنا، كوريا، انجلترا، المجر فقط، يمكن هم دول الاربع دول اللي تقدر توصل بهذا العدد اللي هو الحد الاقصى، غير كده مفيش. فلو احنا وصلنا، احنا الحمد لله طبعا هنوصل للحد الاقصى، ما عنديش مشكله فيها خالص، انما ان احنا نقعد بقى باثنين كمان على الفوديوم، ده هيبقى يعني كرم كبير نتمناه كلنا. ونتمنى طبعا ان فضيه طوكيو تبقى ذهبيه في باريس ونسمع نشيد ان شاء الله. باشمهندس والله انتوا معلش انتوا اللي طمعتونا في كده في الخماسي، معلش انتوا طمعتونا ما شاء الله بالنتائج الجميله دي. لا على فكره لعبتنا اكثر من رائعه، بس لعبتنا عارفه زي ما حضرتك كنت بتقول في الانترو ان مفيش حاجه مضمونه في اليوم طبعا، نجتهد، انما في اليوم نفسه في الاولمبياد ايه اللي هيحصل والحاله هتبقى ايه، محدش يقدر يبريدكت. زي ما انت قلت ممكن بطل عالم ويبقى اول رانك وتلاقيه وقع من اول ماتش، او وقع من يعني لم يوفق يميها في السلاح، لم يوفق في الفروسيه، الحاجات دي بتحصل عندنا. نتمنى ان احنا نجتهد وما تحصلش في باريس ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا بمناسبه الانترو كنا بنستعرض بعض الاسماء المرشحه، يعني بناء على المعطيات اللي لاعبتنا بيدوها لنا من خلال مشاركاتهم سواء في بطولات العالم او كؤوس العالم. هل ممكن تضيف حد؟ احنا لسه ما كملناش الاسماء، يعني لسه بنكمل الاسماء. هل حضرتك يعني من المرشحين بعيدا حتى عن الخماسي ان شاء الله، يعني باذن الله الخماسي احنا مطمنين. بص حضرتك طبعا انا مش عايز انسى حد، انما بصفتي امين عام اللجنه الاولمبيه احنا عندنا اللاعبين واعدين كتير، عندنا في الخماسي طبعا انت قلت الاسماء، عندنا في السلاح نفس الشيء، هم بيلعبوا لعبه توك عالم الشباب ماشيين كويس، انما عندنا الكبار برضو فرصهم كويسه جدا. عندنا طبعا رفع الاثقال هي اللعبه رقم واحد في مصر والاقرب الى الميداليات، تمام، سمير وكريم كحله يعني يمكن يكونوا اقرب اثنين حاليا، زي ما انت قلت سيف عيسى في التايكوندو، تمام، عندنا عزمي الحلبه في الرمايه طبعا بطلنا اللي انا براهن عليه، انا براهن على عزمي الحلبه. في ناس تقول لك هو مرتين كان قريب من ميداليه ولم يحققها، دي حقيقه في الاولمبيات اللي فاتت اللي قبليها، المره دي انا يعني عندي ثقه كبيره ان المره دي ان شاء الله الثالثه ثابته ويكون على منصه التتويج باذن الله. وانا مع حضرتك في يعني تفاؤل العزم محلبه ان شاء الله. احنا نكمل بعض الاسماء المرشحه واللي احنا بنتوقع سريعا كده، عندنا زي ما حضرتك قلنا سيف عيسى في التايكوندو، احمد الجندي في الخماسي، عندنا ساره سمير طبعا في رفع الاثقال، نعمه سعيد وكريم كحله، عبد اللطيف منيع في المصارعه، محمد مصطفى طبعا في المصارعه، زياد السيسي في السلاح. يعني حضرتك تقريبا قلت معظم الاسماء طبعا وعزم محلبه. هل في اضافه لاسماء ثانيه حضرتك متوقع ليها ان شاء الله التتويج؟ نتمنى نشوف مفاجآت، نتمنى نشوف اللعيبه صغيره جريئه تقدر انها تفاجئنا. انت عارف بالذات في الالعاب النزال انت ماتش واحد بتعديه ممكن يحطك في مكانه ثانيه في القرعه وتاخد مكان حد في الرانك عادي، وتلاقي ماتشاتك بقت اسهل. فيعني نتمنى ان يكون التوفيق مع مصر ان شاء الله في باريس، ونكسر الست ميداليات اللي حققناها في طوكيو باذن الله. باذن الله يا باشمهندس، بشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى يعني الاثراء في المعلومات، وبشكر حضرتك اكتر على توضيح الاسباب بعيدا عن المبررات، وده اللي تعودناه دايما من حضرتك ومن اتحاد الخماسي الحديث وحتى من لاعبتنا كمان. اشكرك. شكرا. شكرا يا باشمهندس. وده اللي احنا بنتكلم فيه. شوف الباشمهندس شريف الاعلام بصراحه انا بحب يعني اتكلم معاه لسبب، لانه ما بيقولش مبررات. احنا كجمهور ممكن نبرر، نقول الحصان ما كانش في المود فوقع اللاعب بتاعنا، ما هو ده برضو امر طبيعي احنا شايفين كده. ولكن معلش ده رئيس اتحاد بيتكلم، لا احنا عندنا خطأ، اللاعب بتاعنا الحصان ده كان مع لعيبه تانية وعمل بيه كلير، اللاعب بتاعنا عمل ايه؟ هو اللي اخطأ في توجيه الحصان. يعني هو بيجيب الخطأ على اللاعب، يقول لك ما بيديش مبرر. في حاجتين يعني
في مصيبه في 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 حياتنا الرياضيه. المبررات، في اسباب وفي مبررات. نفسي اسمع اي حد يتحدث عن الاسباب وليس المبررات. يعني اجيش اخسر ماتش اقول اصل الرطوبه كانت عاليه، دي مبرر مش سبب. زي ما بقول كده شماعه. النهارده احنا كجمهور علقنا خساره او خروج مهند شعبان ومحمد الجندي في الخماسي، او طبعا خروج مهند شعبان تاخر محمد الجندي، على ان فعلا الحصنه كانت مش مستعده او في حاجه او بتاع، احنا شايفين كده. ولكن اللي حصل واللي سمعناه من باشمهندس شريف، لا، الاسباب لعبتنا اللي اخطات قولا واحدا. مالنا في كل رياضه نقف على الاسباب، لو وقفنا على الاسباب وعالجناها اقسم بالله هنبقى افضل دوله في العالم في جميع الرياضات. ابعد عن المبرر وابحث عن السبب. ده قاعده. لان لو قعدت ابرر لنفسي اصل معلش الرطوبه كانت مش عارف ايه، معلش اصل الارض الدنيا كانت مطر، اصل في حصل مش عارف ايه، الشراب اللي كنت، دي كلها كلام فاضي وكلام مبررات ملوش اي لازمه. ولكن لما انا اقول ايوه انا اخطات وكان يعني لازم ان انا اعمل واحد اتنين تلاته وانا ما عملتش ده، انا عندي تقصير في الحته دي لازم اعالجها، فانا واجهت نفسي باخطائي، فايه اللي هيحصل؟ هشتغل على الاخطاء دي فهقدر ان انا بعد كده اصحح الاخطاء واحول السلبيات لايجابيات. ده اللي انا نفسي اسمعه في جميع يعني الرياضه المصريه، في كل اتحاد مع اي لاعب. انا اخطات هصحح خطاي وان شاء الله هعمل احسن. هو ده المطلوب علشان نتقدم. لازم علشان نتقدم نقف على الاسباب اللي عندنا، اسباب الخساره، اسباب الاخطاء. سؤال حلقتنا النهارده، هل يستطيع فريق الاهلي الفوز ببطوله افريقيا للكره الطائره؟ نشوف كده ردود حضراتكم. ان شاء الله البطوله الاهلاويه. محمد ابو شحاته. سامح علي، مساء الخير يا كابتن ابراهيم. بكل تاكيد فريق الكره الطائره بالنادي الاهلي قادر على تحقيق البطوله الافريقيه. محمد عبد المحسن، ان شاء الله المنافسه مش قويه والفرصه مضمونه. عبد المنعم مسعود، ان شاء الله مبروك مقدما للاهلي. عبد الباسط العباسي، صعب قوي. لا صعب ايه، الموضوع ان شاء الله بتاع الاهلي يعني. انا بقول رايي انا كمان، معلش يعني. بيتر بساده بيقول باذن الله الاهلي قادر على الفوز ببطوله افريقيا. دي طبعا كانت اخر توقع معانا. الاهلي مسيطر على مبارياته، وزي ما كنا بنتكلم يعني في توقعات من خبراء الكره الطايره بان الاهلي في البطوله دي ان شاء الله يعني ممكن ما يخسرش شوط يعني. كل حلقه من ملعب الابطال بيكون معانا استعراض للسيره الذاتيه لاسطوره من اساطير الرياضه عبر التاريخ، واسطوره حلقتنا النهارده لاعب الجمباز الروسي ديمتري بلوزرتشيف. تعالوا نتعرف على مسيرته ونرجع نكمل حلقتنا تاني. تفاصيل كتير في اخبار حلقتنا النهارده، تعالوا نبداها بالعناوين. الخماسي الحديث يحقق 3 ميداليات في كأس العالم بتركيا. اتحاد جودو ينهي استعداداته لاستضافة البطولة الافريقية بالقاهرة. نتائج جيدة لمنتخب الجمباز في كأس العالم بالدوحة.
غدا ختام الدوري العالمي للكاراتيه بمشاركة مصرية مميزة. التنس يحقق بطولة إفريقيا للناشئين للعام الثاني على التوالي. اثنى عشر لاعبا في قائمة منتخب السباحة بالزعانف ببطولة العالم للجامعات بكولومبيا. الأهلي يفوز على أمل سكيكدا في بطولة إفريقيا لرجال اليد. الأهلي يخسر من أول أغسطس الأنجولي في بطولة إفريقيا لسيدات اليد. كارلوس باستور يصل القاهرة 28 إبريل قيادة استعدادات منتخب اليد. الأهلي يتأهل للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة. فريق سلة الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة بال. الأمريكي جون كاتلين يحصد لقب بطولة السعودية للغولف. الإيطالي نيكولاس سيبنالي يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للسوبر بايك. كاسبر رود يتأهل لنهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس. دي كانت العناوين. فاصل قصير ونعود للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. النهاردة توج المنتخب الوطني الخماسي الحديث بثلاث ميداليات خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بتركيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين، وجاءت ميداليات منتخب الخماسي على النحو التالي. بطلتنا ملك إسماعيل ميدالية برونزية في فردي السيدات بمجموع نقاط 1396 نقطة. بطلنا معتز وائل ميدالية فضية في فردي الرجال بمجموع 1490 نقطة. بطلنا أحمد الجندي ميدالية برونزية في فردي الرجال ب 1483 نقطة. وجاءت باقي النتائج كالتالي: عندنا سلمى أيمن حققت أو سلمى عبد المقصود حققت المركز السادس ب 1378 نقطة، ومحمد الجندي جه في المركز 16 ب 1194 نقطة، ومهند شعبان طبعا زي ما اتكلمنا كده مع الباشمهندس شريف العريان بان انسحب بسبب طبعا سقوطه من على الحصان، وكانت طبعا يعني حاجة مؤلمة شوية، ولكن ان شاء الله اطمنا عليه وان شاء الله بإذن الله يعود قريبا ويتعافى. ان شاء الله ما فيش اصابة، اطمنا على ان ما فيش اصابة عند مهند شعبان احد امال مصر ايضا في ميدالية اولمبية. هنروح كده نشوف لقاءات مع لاعبينا، لاعبي منتخب مصر الخماسي بعد التتويج بالميداليات. نشوف اللقاءات ونرجع تاني. It was very exciting race, very hard race. نعم، كان سباقا صعبا وقويا، والأمور كانت شديدة التنافسية. أنا سعيد جدا بما حققته، والحقيقة كنت أتمنى أن أحصل على الذهب، وأنا سعيد بالأداء والنتيجة. ربما في مسابقة الرماية كنت أقاتل على الذهب، ولكن كل شيء جيد وبخير. أنا راضي تماما بهذه النتيجة وسعيد بهذه النتيجة، وأتمنى أن يستمر الموسم بما كان عليه في كأس العالم الأول، وهذا الكأس هذا شيء عظيم. مبسوط جدا بالميدالية البرونز النهاردة. إحساسها كان ميدالية الذهب،
مبسوط طبعا بسبب ليزر النهارده. كنت من 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 المركز الثامن للمركز الثالث، حاجه انا فخور بيها جدا. اتمنى ان شاء الله ان السيزون يكمل بنفس القوه، واحب ابارك طبعا لمعتز محمد على الميداليه اللي فاضها النهارده، وان شاء الله نتمنى ان احنا نبقى موجودين في الاولمبيكس بشكل قوي. It's very amazing to have like two medals in a row. نعم، شعور عظيم أن أحقق ميداليتين في بطولتين. بعد الميدالية الأولى قلت لنفسي أن علي أن أكون متواجد على منصة التتويج دائما، والآن أنا في المركز الثاني وأنا سعيد جدا، وأيضا هذه المرة مع أحمد الجندي. أول حاجة عايز أقول الحمد لله أن أنا عرفت أحقق الميدالية دي. أنا حابب أشكركم كلكم لدعمكم ليا تاني، وان شاء الله مش خايب ظنكم بيا ابدا. ان شاء الله بابا وماما ان شاء الله هنوصل للاولمبيكس، وان شاء الله هنعمل حاجه كويسه جدا. انا سعيده جدا وفخوره جدا بهذا الانجاز في كاس العالم. كاس العالم شعور مختلف تماما عن بطولات الشباب واي بطولات اخرى. انا حققت المركز الخامس في عام 2023، ولكن كاس العالم شعور مختلف. نعم، الأمور تسير بشكل طيب. في كأس العالم الماضي لم أتأهل إلى نصف النهائي لأنه كانت هناك بعض المشاكل الفنية، أما في هذا الكأس أدائي أصبح أفضل كثيرا، وأنا أصبحت صاحبة الميدالية الذهبية. نعم، كانت معركة قوية في 600 متر الأولى. لوسي من جمهورية التشيك، أنا والتي أعرف أنها عداءة جيدة جدا. أنا أعرف أن منافسين أقوياء، ولكنني كنت متعبة من 600 متر الأولى، وكنت أعرف أنني سأفوز، وحاولت جاهدة أن أصل إلى هذا المستوى وهذه النتيجة. شكرا لكل الناس اللي ساعدتني، والماما وإخواتي كلهم ومدربيني وصحابي، ودايما إن شاء الله مخلياكم فخورة بيا. انتهى مسؤول اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي استعداداته لاستضافة منافسات البطولة الافريقية للكبار، ولا تقام خلال الفترة من 24 وحتى 28 ابريل الجاري على مجمع الصلاة في استاد القاهرة. ووفود المنتخبات المشاركة في البطولة هتبدأ الوصول للقاهرة ان شاء الله يوم الاثنين المقبل، وهيكون في استقبالهم وفد او لجنة شكلها الاتحاد المصري. طبعا الاتحاد كان اعلن عن قائمة المنتخب الوطني اللي هتشارك في البطولة، وضمت 18 لاعب ولاعبة، أسمائهم كالتالي. بالنسبة للرجال، يسري سامي في وزن 60 كيلوغرام، عمر سامي في وزن 60 كيلوغرام، محمد عبد الموجود وزن 66 كيلوغرام، أحمد عبد الرحمن في نفس الوزن، عبد الرحمن عبد الغني 81 كيلوغرام، عبد الرحمن محمد 81 كيلوغرام، علي حازم 90 كيلو، وكريم إبراهيم 100 كيلوغرام، محمد أبو رؤية زائد 100 كيلوغرام. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للسيدات، نورة سالم في وزن 48 كيلوغرام، زينب صفا 52 كيلوغرام، تسنيم رشدي 57 كيلوغرام، حنين الطيب في وزن 57 كيلوغرام ايضا، فاطمه غانم 63 كيلوغرام، ساجده غنيم في نفس الوزن 63 كيلو، فريده مجدي في وزن 70 كيلوغرام، ايا ايهاب 78 كيلوغرام، صفا سليمان في زائد 78 كيلو جرام. ده بالنسبة دي قائمة اللي هيشارك بيها منتخب مصر في البطولة الإفريقية، إحدى المحطات المؤهلة إن شاء الله لدورة الألعاب الأولمبية. عشان نقرب أكتر من المنتخب، نقرب أكتر من أبطالنا، معانا على الهاتف رئيس الاتحاد المصري للجود والأستاذ مرزوق علي. ازيك يا باشمهندس، عامل إيه؟ أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ بشكرك على الدعم المتواصل اللي انت بتقدمه لنا، والقناه اون تايم سبورتس بجد بنشكركم على الدعم المتواصل. يعني انتوا بصراحه تستحقوا الشكر، في طفره شايفينها في الجودو في الفتره دي، ونتمنى ان شاء الله تكمل. وعايزين نطمن الاول كده على الاستعدادات لاستضافه البطوله. والله انا يعني بص، احنا عندنا شقين، عندنا شق الشق التنظيمي بتاع بطوله افريقيا، لان احنا البطوله دي ما اتعملتش في مصر من تقريبا من 2001 او 2002، فاحنا خلاص احنا انت عارف ان احنا دلوقتي مصر دلوقتي لما بتنظم حاجة يا تنظمها قوي يا ما تنظمهاش، فاحنا خلاص احنا بقينا موضوع تنظيم البطولات العالمية وبطولات افريقيا ده بالنسبة لنا بقى موضوع مفهوش تهريج ان انت تنظم بطولة تعملها صح جدا، لان في الاول وفي الاخر انت بتمثل مصر وشكل مصر،
فخلاص احنا بقينا في الدوله الحديثه بقياده كاس الريس، ان انت دلوقتي عندنا بنيه انشائيه رياضيه عظيمه جدا تضاهي كل بلاد العالم. فده الجزء التنظيمي احنا شغالين عليه كويس جدا، اللي بنشكر عليه الدوله المصريه كاس الريس ومعالي الوزير، وبنشكر الشركه المتحده اللي قايمه معانا بدور كبير جدا ودعمنا في كل حاجه. والشق الفني احنا برضو شغالين عليه كويس جدا الحمد لله. انت متابعنا من اول ما تولينا، ان احنا كان هدفنا من الاول بناء منتخبات قويه تعيش مع مصر لمده 15 و20 سنه، عشان ما يحصلش فجوه زي اللي حصلت بعد اولمبياد طوكيو لما الابطال بطلوا مره واحده، حصل عندنا دروب. بس الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نرجع تاني بسرعه، ومتسيدين افريقيا شباب وناشئين وكبار بقالنا سنتين دلوقتي، وعندنا ميداليه برونز عالم في بطوله الشباب يسري سامي، وعندنا ابطال طالعين كويس جدا. فعلى الجزء الفني احنا ان شاء الله باذن الله البطوله من اهم المحطات المؤهله للاولمبياد، لان اللي بياخد اول بياخد 700 نقطه. فاحنا عندنا يسري سامي ان شاء الله هو دلوقتي من متاهل من ضمن التاهيل الاولمبي، فلو خد ال 700 نقطه دول هيدوا له دفعه كبيره جدا في مشواره التاهيلي، ويكمل لسه عندنا بطولتين بعد افريقيا كازاخستان وطاجيكستان وبطوله العالم. فدي هتبقى يعني هي باذن الله هنضمن تاهيل يسري ان شاء الله في من التاهيل الاولمبي، وهيبقى عندنا واحد من التاهيل القاري، وبنسعى ان الثالث ان شاء الله كمان يتاهل، يبقى من احنا هنأهل من 2 لـ3 باذن الله. تمام. طب انا عندي سؤال كده ممكن اكون عارف الاجابه، ولكن انا هسال السؤال كجمهور. جودو السيدات، هل ممكن نشوف يعني فتاه مصريه في دوره العاب اولمبيه؟ بص حضرتك 2028 يعني انا بوعد ان شاء الله ان احنا هيكون عندنا بنتين متاهلين. احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا بقالنا سنين كتيره، ان احنا ما كانش فيه اهتمام بقطاع البنات. مظبوط. فاحنا كان اول ما كان اهتمامنا الاساسي ميداليه البنات اسهل بكتير كمان من ميداليه الولاد، فده كان شغلنا الشاغل ان احنا لازم نبني فريق بنات قوي جدا. فانت حضرتك عشان تقيس احنا بنتكلم بنتائج، فاحنا عندنا في بطوله افريقيا شباب وناشئين السنه اللي فاتت في مدغشقر والسنه اللي قبليها في كينيا، احنا واخدين اول افريقيا شباب وناشئين بنات فردي وفرق على سنتين. فاحنا بقى عندنا فريق قوي جدا للبنات متسيد افريقيا في الشباب والناشئين. ابتدينا ناخد الستيب بعد كده، احنا عندنا برضو يعني الحمد لله بفضل ربنا في الاتحاد احنا ما بنخافش، لا نلعب ونجازف، والمره دي البنات هتخسر بس المره الجايه هتكسب. لكن انا لو خفت يبقى انا مش هعمل فريق، مش هتعمل. صح. مظبوط. لو خفت من الخساره يبقى انا مش هعمل حاجه، هلعب بالمضمون وهلعب بالولاد مش هلعب بالبنات. لكن احنا لا، احنا بقى عندنا فريق قوي، احنا فريق الشباب بالكامل هنلعب بيه بطوله افريقيا الكبار اللي موجوده في مصر. ممكن تكون النتائج مش هتبقى احسن حاجه، بس بعد سنه ولا سنه ونص او سنتين هيكون الفريق الشباب ده كله لما صعد بقى كبار، هو اوريدي واخد الخبره من زمان من سنتين ثلاثه بيلعب كبار وهو صغير، فسنتين هيبقى الفريق ده هيبقى متفيد افريقيا برضو. وان شاء الله 2028 احنا يعني باذن الله انا يعني بوعد في 2028 هيكون عندنا ميداليه اولمبيه، وان شاء الله باذن الله في البنات هيكون شكلنا كويس جدا. يعني انا اتفضل اتفضل كمل. فاحنا بالنسبه لنا احنا لما اشتغلنا يعني اشتغلنا على طريقين، خطه قصيره الاجل اللي هي اللي لازم نشتغل عليها دلوقتي اللي هي باريس، وخطه طويله الاجل اللي هي اولمبياد لوس انجلوس، اللي هي لاول ما قعدنا مع معالي الوزير اتكلمنا عنه ان احنا هدفنا الاساسي احنا بنعد لوس انجلوس، ان احنا يبقى عندنا فريق قوي يضاهي المنتخبات العالميه. فالحمد لله يعني وجهه نظري انا طبعا انا يعني ما ينفعش اقيم نفسي، بس كنتائج ان احنا بقالنا سنتين متسيدين افريقيا شباب وناشئين، والسنه اللي فاتت واخدين اول ترتيب عام افريقيا كبار، في خلال سنتين ونص عملنا ميداليه برونز في بطوله عالم شباب، ده من الانجازات الكبيره اللي حصلت. فانا بوعدك ان شاء الله في الفتره اللي جايه وعلى لوس انجلوس ان شاء الله باذن الله نكرر الميداليه بتاعه الاسطوره كابتن محمد علي رشوان، يبقى عملها هو في لوس انجلوس في 84. يا سلام. نعملها في 2028. يا سلام. بنفس المكان، ويعني لا ميداليه كابتن محمد رشوان ديت دي تتكرر. دي علامه، دي علامة. لا دي صعب. ده علامتنا وده استاذنا واللي احنا بنفتخر وبنتشرف فيه في كل مكان. يعني طبعا هي الميدالية مش صعبة، لكن ظروف الميدالية وقيمة الميدالية طبعا بعد ما يعني رفض انه يلعب على قدم يمشطة طبعا، واللي حصل وحضراتكم عارفين اكيد الموضوع. ولكن باشمهندس مرزوق انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا شايف في
اتساع بشكل كبير جدا لقاعدة ممارسي الجودو في مصر من خلال حتى بطولات البراعم. الأطفال الصغيرين شفنا أعداد مهولة، وده اللي ممكن زي ما بنقول لكل يعني قمة سليمة قاعدة سليمة. انتوا بدأت تعملوا قاعدة جديدة بانتشار جديد دلوقتي. زي ما قلت لحضرتك، هي القوة اي اتحاد. انا عندي مقولة من اول ما جينا ان احنا بنقولها، قوة اي اتحاد من قوة الموسم المحلي بتاعه. تمام. فاحنا كان هدفنا في البداية اصلا احنا لازم يكون الموسم المحلي بتاعنا قوي جدا، وان الجودو يبقى موجود في كل المحافظات. فانت لما الاعداد بتاعتك بتزيد اوريدي بيطلع لك ابطال. فاحنا اشتغلنا على الموسم المحلي قوي جدا. احنا اشتغلنا ابتدينا نحط قوانين لسن 7 سنين و8 سنين و9 سنين، ونبتدي نلغي حركات معينه ونعلم اساسيات الجودو، ونبتدي نحبب الناس في الجودو. ان انت لما انت عندك 7 سنين ما ينفعش ولد يروح يخسر من هو عنده 7 سنين. انا بجيبك وبتلعبه، بتلعب 3 ماتشات واربع ماتشات، والاربعه ياخدوا ميداليات ويتكرموا وياخدوا حاجات. فاحنا ابتدينا نحبب الناس في الجودو. فالجودو بقى ترند دلوقتي موجود. فاحنا الجودو دلوقتي ما بقتش مجرد لعبه، احنا دلوقتي اقل في بطولات عندنا بتوصل 3000 لاعب في البطوله. ما شفناها في البطوله الاخيره، وكان بصراحه في شهر 2 تقريبا، في شهر فبراير، وكانت القاعده كبيره جدا يعني، وعدد المشاركين صح كتير كتير. الحمد لله احنا البطوله دلوقتي احنا الاول مره بتحصل، احنا بنلعب البطولات بتاعتنا على 8 ابسطه، وفي بطوله جايه بعد بطوله افريقيا هنلعب على 12 بساط. فده يعكس ان احنا بالنسبه لنا الحمد لله حجم انتشار اللعبه، احنا نجحنا في محل ملف الانتشار. انا شفت منظر جميل جدا يعني، صوره الصاله من فوق والثمان ابسطه شغالين، وعدد الناس اللي موجوده في الصاله وعدد اللاعبين واللاعبات. المنظر ده انا شفته بالظبط يعني كده في اوزبكستان، دوله من الدول القويه جدا في الجودو. عدد الممارسين كبير جدا، فانا قلت هل ممكن هيجي لنا يوم من الايام ان احنا خلاص يعني الجودو يبقى زي مثلا الاسكواش كده، ونكون مسيطرين فعلا على القاره الافريقيه وعلى مستوى العالم كمان. حضرتك احنا ده الهدف عندنا. انت عارف حضرتك احنا كلنا بنعمل في الجودو لمصلحه الجودو، لان احنا دي مش شغلانه. احنا بالنسبه لنا احنا بنعمل حاجه احنا بنحبها. اكيد طبعا. بالنسبه لنا عشق، احنا بنعشق الجودو فبنشتغل فيه. فاحنا هدفنا الاساسي ان اللعبه دي تكون من الالعاب الاولى في مصر. الحمد لله احنا في خلال 2.5 سنين يعني لو حجم الشغل اللي احنا اجتهدناه، يعني مش انا لوحدي، احنا المجلس كله وكل عائله الجودو، احنا عندنا الجودو عيله كلنا مع بعض. فكل حجم الشغل اللي اتعمل ده النتاج بتاعه ان احنا دلوقتي حجم اللي بيلعبوا بطولات وحجم اللي بيمارسوا الجودو اعداد ضخمه جدا. احنا بقى عندنا ممارسين الجودو اعداد كبيره جدا تضاعفت. لسه عندنا هدف كبير، لان انت عارف حضرتك ان الدوره دي قصيره جدا، كان ضايع منها سنه بعد الاولمبياد طبعا. فاحنا الدوره دي قصيره جدا 2.5 سنين. ان شاء الله باذن الله الخطه بتاعتنا في ال4 سنين الجايين، لا عندنا خطه طموحه جدا. احنا هنروح لمحافظات جديده الجودو مش موجود فيها، لان احنا برضو عندنا هدف يا استاذ ابراهيم، هو الجودو مش ميداليه اولمبيه بس، لا انت الجودو احنا عايزين دراسه بتعلم الاخلاق. هي اخلاق طبعا طبعا طبعا. يعني احنا بنلعب احنا هدفنا طبعا ميداليه اولمبيه وميداليه بطوله عالم، بس في نفس الوقت الرياضه زي ما قال سياده الرئيس، الرياضه دي امن قومي طبعا. فاحنا بنشتغل على الملف ده كمان، ان احنا بناخد فكر الشباب، مش لازم تاخد ان انت تروح تعمل حاجه غلط، لا تعالى اتمرن، تعالى العب رياضه، لا ناخد فكر الشباب ان هو يعدي سن الخطر اللي هو ممكن ينحرف فيه، لا احنا بناخد فكر كله للرياضه. فاحنا شغالين على ملفات كتيره في الرياضه، ان شاء الله باذن الله ننجح فيها ونقدم حاجه لبلدنا، لان بلدنا تستحق كتير مننا، ويستحق ان احنا نتعب وندخل في صعاب ونتحدى، ندخل في تحديات كبيره. باذن الله بشكرك جدا باشمهندس مرزوق، وبالتوفيق للجودو المصري ان شاء الله على مستوى يعني الافريقي ومستوى العالمي، ونشوف ان شاء الله ميداليه اولمبيه كده ونكرر انجاز. كابتن محمد رشوان وكابتن طبعا هشام مصباح في بكين، ان شاء الله باذن الله. هنروح بقى للجمباز، واحتلت جانا محمود لاعبه منتخب الجمباز الفني المركز الرابع خلال مشاركتها في نهائيات جهاز الحركات الارضيه ببطوله كاس العالم المقامه حاليا في العاصمه القطريه الدوحه. جانا واحده من اللاعبات المميزات جدا، وكانت قريبه من حصد الميداليه البرونزيه، لكن
المنافسة كانت صعبة بالتأكيد في ظل مشاركات العديد من بطلات العالم، وجنى بتخوض يعني سباق وتحدي قوي جدا من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس، وإن شاء الله يكلل مجهودها بالتأهل لباريس. والبطولة كمان شهدت حصول بطلنا علي زهران لاعب منتخبنا الوطني للجمباز على المركز السادس في منافسات جهاز الحلق، وعمر العربي حل في المركز الستاشر في نفس الجهاز. كل التوفيق لمنتخب مصر للجودو وان شاء الله، عفوا منتخب مصر للجمباز، وان شاء الله نتاهل باكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركه في اولمبياد باريس. هنروح للكاراتيه، ستختتم بكره منافسات بطوله الدوري العالمي للكاراتيه المقامه حاليا على مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره في الفتره من 19 حتى 21 ابريل. نهايات البطوله هتقام بكره وهتشهد مشاركه عدد كبير من اللاعبين المصريين. الثلاثي المصري يوسف بدوي وجنى علي وعبد الله ممدوح تاهلوا للنهائي في منافسات الكوموتيه للمنافسه على الميداليه الذهبيه، وعلى الميداليه البرونزيه ينافس الثلاثي يوسف فرج وزياد علي في كوموتيه ايضا، وايه هشام انيسات في الكاتا بعد ما خسروا في نصف النهائي. وكالعاده كاميرا ملاعب الابطال كانت موجوده هناك. تعال نشوف اللقاءات مع المسؤولين ونرجع تاني. طبعا بطوله البريمير ليج او الدوري العالمي للكبار دي من اقوى البطولات في الاتحاد الدولي، ودي تعتبر اخر جوله بالنسبه للقاهره. اتعملت قبل كده اول حاجه بريمير ليج في باريس في شهر يناير، بعدها في انطاليا بتركيا في شهر 2، اخر محطه ان شاء الله اللي هي بتوصل لبطوله العالم نهائيات اللي هي اخر جوله للقاهره، عشان كده مكتوبه الوصول الى او الرايف تو كايرو، ان هي دي اخر محطه على اساس ان احنا بناخد افضل 32 عالم في كل افضل 32 لاعب في كل ايفنت سواء في الكاتا او كوميتيه، دول ان شاء الله بيترشحوا لبطوله العالم في الكبار. مصر في الكاراتيه زعامه، يعني سواء عندهم الامكانيات بالرجال الابطال العالميين، اخر بطوله عالم العام الماضي حققوا ميداليات ذهبيه، ولاول مره يكون برضو نهائي للقتال الجماعي بين فريقين عربيين الاردن ومصر، وأنا كرئيس اتحاد عربي أنا فخور بما يقدم الاتحاد المصري المشرف للعرب وبأبطال مصر اللي يشرفونا دائما في المحافل العالمية. والله الحمد لله احنا المنتخب بتاعنا منتخب قوي، وافتكر ان احنا بقى يمكن على الاقل 3-4 سنين محافظين على مستوانا. يمكن عشان اطمن الناس ان اخر بريمير ليج كانت في انطاليا في تركيا من شهر بالظبط او اقل من شهر، واحنا ترتيبنا فيها الاول على العالم، وطبعا كل النتائج وقبلها بطوله برضه بريمير ليج في باريس احنا يمكن اخذنا الثاني بعد اليابان. اليابان كانت متفوقه عننا بالزياده بميداليه بس واحده ذهبيه للكاتا، اما احنا عندنا منتخب كوميتيه رجال وسيدات على اعلى مستوى بكل النتائج، يعني حتى بطوله العالم اللي كانت في بودابست المجر برضه كان الفرق بيننا وبين اليابان ميداليه واحده برضه في الكاتا، لكن احنا برضه كنا الاول في الكوميتيه. هو الحمد لله بيشرفنا حوالي 52 دولة وعندنا 400 لاعب ولاعبة هيشاركوا في الإيفنت ده، هتتلعب في صالة واحد في استاد القاهرة، وإحنا جاهزين لاستضافة الحدث العالمي دوت، ودي مش أول مرة، دي تقريبا ثالث مرة كل سنة إن شاء الله بناخد الحدث دوت. ده بينعكس بثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري. طبعا احنا بيشرفنا وبيسعدنا انه نشارك في بطولة الدوري العالمي للكاراتي والمقامة في مصر برعاية الاتحاد المصري للكاراتيه بوجود الدكتور محمد ظهراوي. نشكركم كتير على الاستضافة الرائعة، ومنخبر الجميع انه منتخبنا الوطني للكاراتي انهى معسكره التدريبي وكانت مدته 15 يوم في دولة مصر الشقيقة، وحاليا مستعدين لخوض المنافسة في بطولة الدوري العالمي الجولة الثالثة، وان شاء الله انه نحصل على نتائج اللي بنتوقعها ونكون يعني على قد المسؤوليه
ونتمنى للجميع التوفيق في هاي البطولة، ونتمنى كمان لمنتخبنا تحقيق نتائج متميزة. البطولة الجديدة هي بطولة فردية، لأن بطولات الفرق انفصلت عن بطولات الفردية، وبالتالي أصبح لدينا بطولات عالم للفرق وبطولات عالم فردية، وستكون هناك بطولات عالم في كل القارات في كل الفئات التي يبلغ عددها 12 فئة، 5 بطولات كوميتي رجال، 5 بطولات كوميتي سيدات، بطولة كاتا للرجال، بطولة كاتا للسيدات. والمشاركون في البطولة الفردية هم 32 لاعبا للفئات 12، تضم الأفضل في العالم في القارات 5، ولن يكون هناك إقصاء مباشر في بطولات العالم، وهذا شيء يحدث لأول مرة. هذا هو السبب وراء جعل العدد 32 لاعبا فقط، وسيتكون البطولة بمثابة دوري من أجل إعطاء الفرصة للاعبين، وأعتقد أن هذا يناسب اللاعبين تماما لإظهار مهاراتهم وإمكانياتهم، وبالتالي أرى أنها ستكون بطولة مشوقة وحماسية لكل المشاركين. منتخب مصر للناشئين والناشئات للتنس تحت 16 سنة حقق لقب البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي، واللي أسد الستار على منافساتها بالجزائر، وحقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني مينا ناصر الدرع العام للبطولة بعد فوز كل من إياد رضا بذهبية فردي الناشئين، ورهف مصطفى بفردي الناشئات، وإياد رضا وسيف سميح ذهبية زوج الناشئين، وجودي طويلة مركز ثالث في فردي ناشئات، وجودي طويلة أيضا ورهف مصطفى مركز ثالث في زوجي الناشئات. كان منتخب الناشئين حقق لقب البطولة العام الماضي 2023 في إنجاز كبير، وبيؤكد أن التنس المصري على الطريق الصحيح، وعندنا قاعدة دلوقتي من الناشئين زي ما بنشوف كده، في بدأ يبقى يكون عندنا طفرات في التنس، وحتى على مستوى السيدات، وده المطلوب في الفترة اللي جاية. تنس بنتمنى إن شاء الله كده نشوف لاعبين ولاعبات في التوب 10، نشوف لاعبين ولاعبات يحصلوا على بطولات جراند سلام، بطولات الكبرى. التنس المصري مش قليل، لا التنس المصري قوي، وان شاء الله باذن الله نشوف ده في الفتره اللي جايه. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه الكابتن سامح الشاذلي اعلن عن اختيار 12 لاعب ولاعبه للمشاركه في بطوله العالم للجامعات للسباحه بالزعانف المقرر اقامتها في كولومبيا يومي 26 و 27 ابريل الجاري، وتضم القائمه السباحات في سباحه الزعانف طبعا بالنسبه للسباحات ندى مجدي، جميله علي، ملك شريف، جودي شريف، ايات السيد، بسمله صبحي، بينما يمثل مصر في الرجال كل من احمد هشام، احمد ايهاب، محمود وليد، ادهم محي، احمد فؤاد، احمد طاهر. ومن المقرر أن تغادر بعثة مصر للسباحة يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة بالبطولة، ويقود المنتخب المصري فنيا إبراهيم السيد وعمرو شاكر، ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ. الغوص والإنقاذ أو اتحاد الغوص والإنقاذ أو السباحة بالزعانف أصبحت دلوقتي برضو من الألعاب اللي تحقق الميداليات على مستويات العالمية، وده امتداد باقي الرياضات المصرية. احنا ما شاء الله بدأنا في كل الرياضات، بدأنا كلنا اسم واسمنا بيسمع، ومصر دايما دلوقتي في بعض الألعاب، وان شاء الله يكون كل الألعاب اصبح اسمها مرعب لكل الدول. بكده خلصت تفاصيل اخبار ألعابنا الفردية، هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنستعرض تفاصيل الألعاب الجماعية. من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، رجال الأهلي يواصلون التفوق والانتصارات بالفوز على فريق أمل سكيكدا بنتيجة في ثاني مبارياتهم بنتيجة 30-19 في البطولة، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي 17-8، وكان الأهلي حقق الفوز في أول مباراة ليه في البطولة على فريق وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31. الأهلي كان حقق السوبر الإفريقي لكرة اليد قبل البطولة اللي شارك فيها طبعا مع نادي الزمالك، وحاليا الزمالك بيلعب مباراة قوية أمام الترجي التونسي، وانتهى الشوط الأول بفوز الزمالك 19-15. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للأهلي والزمالك
في كأس الكؤوس ونشوف النهائي مصري واللقب يعود إلى الأراضي المصرية أو يبقى في الأراضي المصرية. لسه مع بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للسيدات لكرة اليد، فريق سيدات الأهلي خسر من فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 27-23 في تاني مباريات الفريق في البطولة المقامة حاليا في الجزائر. كان سيدات الأهلي حققوا الفوز في أول مباراة على فريق دي جي اس بي بنتيجة 26-21، وبنتمنى التوفيق لسيدات الأهلي في المباريات القادمة ويقدروا ينافسوا على اللقب، خاصة إن الفريق حقق المركز الثالث في السوبر الأفريقي للسيدات. بالنسبة للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، هيوصل القاهرة يوم 28 إبريل الجاري لبدء استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس. المدير الفني الإسباني هيوصل القاهرة ثم هيخرج في جولة يتابع من خلالها المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ثم العودة مجددا للقاهرة. حضراتكم عارفين من دلوقتي مشوار طويل، و تعاملت او كانت تعاملت قرعه دوره الالعاب الاولمبيه باريس، اتكلمنا حتى في الانترو عن القرعه وعن الخمس فرق اللي مع مصر واللي خبراء كره اليد بيسموها مجموعه الموت، وطبعا منتخب مصر في المجموعه الثانيه مع الدنمارك مع فرنسا المجر النرويج الارجنتين. وهتلاقيني بقول بقلب جامد، هي دي الفكرة، لأن منتخبنا منتخب كبير وهيتأهل من كل مجموعة من المجموعتين أربع منتخبات، يعني منتخبنا يكفي الفوز على الأقل في مباراتين عشان يضمن التأهل لدور الثمانية. ولكن أنا بقول لحضراتكم من دلوقتي، لا منتخبنا قادر إن هو يفوز بأقل حاجة يعني إن شاء الله بأربع مباريات في المجموعة دي. طبعا في ناس ممكن تقول لي انت معاك الدنمارك وفرنسا، انت بتتكلم في خمس فرق، دنمارك فرنسا المجر النرويج الارجنتين، ماشي تفوز الارجنتين وتفوز على النرويج، احنا فزنا على النرويج قبل كده كتير، بس فرنسا والدنمارك والمجر احنا فزنا عليها قبل كده، فرنسا والدنمارك بقول لك الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب. اللاعب المصري يعني حاجه واحده، النقطه الفارقه بينه وبين الفوز على اي منتخب في العالم انه يصدق انه يفوز عليه بس، شكرا. واحنا مستوى احنا فرقه كبيره، احنا فرقه، انت منتخب عملاق، انت منتخب من العمالقه منتخبات العالم، لما يكون عندها دورات وديه اول حد بتبعت له مصر، وتصر على وجود مصر وتصر على ان انت تشارك معاهم، فانت منتخب تقيل منتخب كبير، وده مش من فراغ، ده من مشوار طويل عملته كره اليد المصريه، وشايفين نتائجه دلوقتي، والدليل على كده انه بيطمعنا احنا شخصيا، ان انت لما تروح بطولة عالم او بتروح دورة العاب اولمبية انت بتبقى طمعان في منتخب كرة اليد، لا احنا رايحين تجيبوا ميدالية في الكاس، والناس بتزعل لما ما بنجيبش ميدالية، والناس بتزعل لما بناخدش بطولة، لان منتخب عارفين قدراته، لان في معطيات الاولمبيات اللي فاتت انت وصلت المربع الذهبي، يعني قلنا رابع، ولكن طبعا زي ما بيقولوا حتى ادارات كره اليد في مصر يقول لك احنا ما جبناش رابع، احنا خسرنا ميداليه، معنى كده الناس دي عارفه عايزه تعمل ايه، عايزه ميداليه، وده اللي احنا منتظرينه منهم، منتظرين ميداليه اولمبيه من منتخب كره اليد، لان هو الاقرب لتحقيق ميداليه اولمبيه في تاريخ مصر في الالعاب الجماعيه، هو الاقرب. تعال نتكلم بمنتهى الصراحه، ما عندكش منتخب جماعي اقرب من منتخب كره اليد لتحقيق ميداليه في دوره العاب اولمبيه. ان شاء الله نشوفها ويدينا طول العمر ونشوفها ان شاء الله، وباريس قربت ومتفائلين بمنتخب كره اليد ان شاء الله يقف على منصه التتويج. من اخبار بطوله افريقيا للكره الطائره المقامه بالنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي ينجح في الوصول للدور الثمانيه بعد التغلب على فريق اسبوار الكونغولي بنتيجه 3 اشواط نظيفه في الدور ال 16. فريق الاهلي بيقدم مستويات ونتائج مميزه في البطوله حتى الان، ونجح في تصدر مجموعته بالفوز بالعلامه الكامله، والفريق في تغير حقيقي بصراحه في الاداء، وعناصر شابه موجوده، وفي تجديد واحلال مع عناصر خبره، وواضح فرق مستوى بين الاهلي وبين الفرق المنافسه. ولو بصينا كده على النتائج حتى للفرق الثانيه في المنافسات هنعرف ان في منافسه، والاهلي بيحقق انتصارات ممكن تكون مريحه بالنسبه
فرقه النادي الاهلي بسبب ان في فارق في المستوى. الصراحه طبعا لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي اللي بنتمنى ليه التوفيق وان شاء الله يحقق اللقب، خاصه ان طبعا النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطوله اللي بتقام في مصر وعلى صاله النادي الاهلي. الاهلي طبعا نتائج دور ال 16 النهارده كانت الشرطه الرواندي كان فاز 3-2 على وداد تلمسان الجزائري زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، ودوالا الكاميروني فاز 3-0 على العداله الكيني، النصر الليبي 3-0 على جامعه وولفز الزيمبابوي، وهيئه المواني الكيني فاز 3-0 على أنجز الايفواري، امل البليده الجزائري مع جرين تيم الكونغولي فاز 3-0، مولوديه بوسالم التونسي مع جرين بافالوز فاز 3-2، الفتح المغربي والسجون الكيني الفتح خسر 3-0 من السجون الكيني، الاهلي طبعا 3-0 على اسبوار الكونغولي. ده بالنسبه لبطوله افريقيا للكره الطائره واللي الاهلي هو المرشح الاول لاقتناص اللقب. هنروح بقى لاخبار الافرو باسكت البال، بطوله افريقيا لكره السله الانديه واللي بتقام في مصر حاليا، وفريق النادي الاهلي بيواصل انتصاراته وبيحقق الفوز الثاني على فريق اهلي بني غازي بنتيجه 98-86 في ثاني مباريات الفريق بالبطولة، وكان فريق رجال سلة النادي الأهلي حققوا أمس الفوز على فريق سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76 ضمن منافسات البطولة، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لسلطان القارة في كرة السلة والمحافظة على اللقب، رحلة الدفاع عن اللقب اللي حققه الأهلي العام الماضي ويتأهل من جديد لكأس العالم للأندية. بمناسبة كرة السلة الزمالك كان في مباراة مع سموحة فاز على سموحة النهاردة وتأهل لنصف نهائي السوبر في البيست اوف 3 في البيست اوف 5، فاز الزمالك 3 مباريات متتالية على سموحة وتأهل لنصف نهائي كأس السوبر. بكده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الجماعية، هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنستعرض تفاصيل الأخبار العالمية.